هاي يا ام محمد، كيفك؟ ولك وين كل الصبح دقيت عليك الباب ما فتحتي لي؟ ييه، هو انت ما دريتي؟ والله حقك علي، هاي رجعتي من المدرسه. خير ان شاء الله، ليكون اولادك عاملين مصيبه. ولك لا، انا كنت في مدارس الذكاء، انت لسه ما سمعتي عن العرض اللي كسر الدنيا؟ هذا عرض 3 سنين بسنه واحده. ها هاتي تنشوف شو هذا العرض. هذا يا اختي بتسجل اولادك 3 سنين بسعر سنه واحده، بس لازم تلحقي حالك لانه لاول 100 مقعد بس. وكيف شفتي المدرسه والمعلمات؟ ييه، قد ما احكي لك مبنى حديد قولي اكثر، وقد ما احكي لك نظام متطور قولي اكثر، وقد ما احكي لك عن المدرسه وتدريسها قولي اكثر. ويا اختي الحكي غير الشغف. ولسه بتحكي؟ قومي يلا معاي خلينا اسجل اولادنا الثانيه.